الصحافه يا شي واحد جا كيقول هذيك يما حتى ما خدامها ما عرفتش مني كذا دراهم هذوك ماشي ما الناس ما كيتعاونش هذوك الناس برزقهم غادي يقول الباقه كيقول الحليب ولا كذا يزيدوا المخو عاد ثلاث زوج حاجه نتابعوكم في هذا الشيء هذا شي حاجه تهضر على الدوله كذا ما تهضرش على الناس لا يكون هذا هذوك راه برزقهم ماشي كيسعاو المهم حنا قلنا لكم هذا الميساج هذا يا مشاهدي قناة شوف تيفي انتم ما زلتم معنا في هذا المباشر من طنجة حيث تشيع في موكب جنائزي مهيب جنازة الشاب الذي لقي حتفه غرقا حينما حاول الهجرة سريا رفقة ثلاثة من أصدقائه ولفتت أمواج بحر الفنيدق جثته. صور مرفينا صاحبي صور طاجي طلاق مرفينا الله يهديك طاجي غيلان طاجي غيلان هكاك شكون هذا خلي كي معايا كي معايا باش نصير Thank you.
شيبه تما كاين شيبه تبعك شفتك لا احنا اجي بحالنا باب طلعت انا راعي مرحبا باب وما فين هاهم لا لا اصل مسلم ألتم فوقي هجع عمار جنة نخل يكفي بس بي انا مشاهدي قناة شوف تيفي مازلتم معنا في هذا المباشر من مدينة طنجة وبالضبط من مقبرة سيدي إدريس حيث سيوارى بعد قليل جثمان الشاب الراحل سليمان الذي لقي حتفه غرقا حينما حاول الهجرة سرا رفقة ثلاثة من أصدقائه من أبناء حي المرس التابعة لمقاطعة بني مكادة. إذا في جو في موكب جنائزي مهيب بحضور المئات من شباب الحي يلقون النظرة الأخيرة على زميلهم الذي اختفى عن الأنظار منذ 15 يوما إلا أن لفظته أمواج شاطئ الفنيدق خلال 24 ساعة الماضية وتم التأكد من هويته من طرف أفراد أسرته. إذن الراحل ترك رسالة إلى والدته قبل أن يغادر في محاولة للهجرة السرية نحو الضفة الجنوبية لإسبانيا إلا أن الأقدار شاءت أن يلقى حتفه غرقا ولن يتحقق له حلمه في الهجرة إلى الجنوب الإسباني.
إذا هنا في مقبرة سيدي إدريس بحي بئر الشفا، أتابع المقاطعة بني مكادة سيوارى جثمان الشاب سليمان، تحية الهجرة السرية. شوف بالليل إذا في هذه الأثناء تقام صلاة الجنازة على الراحل. بحضور جماهير من شباب هذا الحي الذين يلقون النظرة الأخيرة على زميلهم ضحية الهجرة السرية. الله يدخلوا فيش من هنا اجي من هنا اجي من هنا هشام ولا هشام Yes,
هشام هشام قوة 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 حرك الكاميرا عدي ها طابع هشام 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 خليك حدا غينا خليك سلام 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 هشام لا تسال لا تسال لا تسال Thank you.
إذا مشاهدي قناة شوف تي في معنا قائد الفقيد سلطان عزاؤنا واحد في المرحوم ثم تصاب العائلة ديال الفقيد الزوجة الزوج ديال الأخصان ديال السيد اللي مات سليمان حليمي اللهم اغفر له وارحمه الله يجعله من أهل الجنة الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل يعني هذا الله بغى سبحانه وتعالى ما عندنا ما نعملوه شنو كتبقى صدمه قويه والخبر حنايا جانا نهار الاثنين في الصباح الاخت ديالو قالت لي خي سليمان خرج من الدار قالوا مشى مع شي واحد يحريك خرج مع الوحده ونص الصباح وصلوا لسيدي قاسم بحر سيدي قاسم تما نزلوا المسائل ديالهم نزلوا من ديك الكاياك باتوا الاثنين تما والثلاثه عاوتاني نهار كامل تما نهار الثلاثه صباح رمضان مع ديك الثلاثه ونص الصباح الاربعه خرجوا من تما خرجوا من جهه سيدي قاسم على حسب المعطيات اللي عطاونا ديك الناس اللي تما الناس سيدي قاسم قالوا لنا خرجوا مع ديك الجهه 3 ونص ل 4 صونات على اختو مع ديك ل 4 الصباح صونات التليفون ما جاوبش يعني تما هي هذه ديك الصوني الاخراني مازال شي جاوب خرجوا هما في البحر يعني تا بقى بقينا كنمشيو في التشو من سيدي قاسم قالوا لنا في قصه مشينا قصه جا الخبر بلي راه في تطوان طلعنا لتطوان ما كاين حتى شي خبر يعني تا جانا الخبر بلي راه خرجوا البحر في النيداق طلعنا خرجوا البحر في النيداق سنين يوم الاحد البارح السبت في الصباح خرجوا البحر مسكين يعني غنقول لك يعني الام ديالو سبحان الله ما كانتش كتخليه يمشي بهذه الطريقه هذه كانت كتقول له مشي يخدم شي شركه ولا عمل يعني شي طريقه قانونيه اللي تمشي توصل بها حنا عارفين الوضعيه ديال البلاد راه الشباب كاملين مساكين كيعاوني اللي مجوج اللي ماشي مجوج اللي كبير اي واحد كيعاني في هذه البلاد هذه ماشي غنقول لك يعني حنايا في الرفاهيه ولكن ماشي هذه الطريقه اللي غادي نخليو حنايا راسنا نخرجوا من هذه البلاد هذه ونمشيو نقتلوا راسنا يعني كنا بزاف الطرق اللي نقدروا حنايا ننميو راسنا ونوصلوا لديك البلاد هذيك حتى اذا كانت هذه البلاد هذه ما عطيانا شي والام ديالو الحمد لله يعني الحمد لله ما خصهم تا خير الحمد لله يعني هو دائما مهلهم فيه خوتو كاملين مهلهم فيه احسن لباس كيلبسوه يعني ماشي غنقول لك شي واحد يعني ضايع او لا شي حاجه الحمد لله يعني الصفحه في فيسبوك ديالو عاد دخلوا له الحمد لله كيلبس احسن لباس دائما نقي دائما خارج الحمد لله مع الدراري في الخارجات ما ناقصو حتى شي خير يعني ماشي غنقول شي وضع يعني مزري اللي عادي يخليه حتى هو يعني السيد غنقول لك قاصر 18 سنه يعني نقول لك الدراري عمرو وراسو مع هو عاوتاني الشباب خصوصا بحال هذا اللي يكون سن المراهقه دغيا كتدخل له ديك الفكره في راسو يعني صافي انا غنمشي غنوصل ما كيفكرش يعني في العواقب يعني قدر الله يحفظ البحار التقلب هذيك الفلوكه تقلب بيا او لا شي حاجه يعني معلومات يعني خرجوا البحار والسلام يعني هو ملي مشينا للطبيب عملوا له التشريح قالوا لنا فوقاش يعني خرج من الدار قلنا له نهار فلان فلاني وخرج هو من البحر نهار فلان فلاني قلنا التشريح ديال الجثه هذا الشيء اللي كيقول بلي السيد الجثه ديالو عنده 11 سنه هو 11 يوم هو ميت 10 ايام 12 يوم غير يعني ذاك النهار اللي خرجوا فيه ذاك النهار هو اللي خرجوا فيه السبب اخر مساكن باقي ما ظهروش ما نتمناوش شي واحد الطريقه هذه يموت بها او هذه الطريقه يمشي براسو بها في البحر اذا كانوا هما باقي مروح الله يرجع من الاهل ديالهم ويقولوا لنا الوضعيه اللي مشاو بها ويبينوا لنا شني وقع لهم وإذا كانوا ماتوا هما كنطلب من الله سبحانه وتعالى يغفر لهم جميعا سليمان مسكين اللهم اغفر له وارحمه كان شاب خالق طيب يعني الشباب الحومه ديالو كاملين كيقولوا باللي راه واحد السيد كان الله يعمرها سلعه ما عمرك تشوفه مغنزر أو ما عمرك تشوفه يعني بشي طريقه ديالو أو لا يهضر معك بشي طريقه ماشي هي هذيك أنا يعني ما عمري شفته قال شي كلمه ماشي هي هذيك أو لا تشوفه مغنزر ولا معصب عليك فلهذا قدر الله ما شاء فعل إن لله وإنا إليه راجعون ورسالتي للشباب اللي كيبغيو يغامروا بهذه الطريقه هذه كنقول لهم احسن ما تفكروش انتم كتشوفوا كتغزوا الوالدين ديالكم يعني هاتنا الام ديالو الله يحسن العون هي اللي بقات ضايعه دابا والاخوان ديالو والاحباب ديالو حنا كاملين بينا بقى فينا الحال وما بغيناش هذه الطريقه هذه يعني كاينه بزاف الطرق اللي نقدروا نمشيو بهم فلهذا الشباب الله يرحمكم الوالدين الله يجازيكم بخير تقوا الله في النفوس ديالكم كنطلب من الله العلي القادر في هذا الشهر المبارك
فرجع على الجميع، واي واحد اللي في نيته الله يعطيها له، الله يعطيها على الجميع، الله يتقبل منا جميعا. نعم لا عنده خوتو، عنده واحد خاه كبير، وعنده واحد خاه اخر كبير، وواحد اخ صغير على شي حاجه، يعني كاملين بهم الحمد لله ما ناقصهم حتى شي خير، كاملين بهم بخير مع راسهم، كاملين بهم لابسين، كاملين بهم خدامين على راسهم. لا باقي واحد اخر صغير حتى هو كان خدام على راسو، يعني مخا مع خاه كيمشي كيكافح معاه، ويما كانت باغا يمشي شي شركه يدفع، حتى هو بغى يمشي يمشي بشي طريقه قانونيه، لكن قدر الله ما شاء فعل. العيد باقي صغير، يعني سن المراهقه بحال اللي كنا حنايا باقيين صغارين كنفكروا، ولكن ما عمرها طاحت في بال ديالنا نخرجوا بهذه الطريقه هذه. حتى حنايا كانت عندنا الفكره هذه، كنسمعوا بنادم كيمشي لاوروبا كيجيب الفلوس كيجيب الحديد، كنتاثروا حتى حنايا بديك تا، ولكن ماشي بهذه الفكره هذه. انا نمشي نسيب راسي البحر كتجي صعيبه الصراحه. الاحسن الشباب ما يغمروش بهذه الطريقه هذه، كاين بزاف. لا لا يعني هو عنده هذه الفكره هذه بال ديالو مع الشباب، مع الشباب ديال الحومه، بحالنا حنا الدراري كاملين هذا كنفكروا ملي كنا باقيين صغارين، يعني كلشي كيقول لك انا خصني نمشي لاوروبا، انا خصني نعمل، انا خصني نوصل، انا الفكره هذه تقريبا نقول لك الشباب كاملين الا من رحم الله عنده الفكره هذه بال ديالو خصو يهاجر. ولكن ملي خرج اولا بهذه الطريقه هذه ما كناش كنتمناو والو، ما قالناش حتى الوالدين ديالو، حيت النهار اللي خرج صوناو عليه قال نختو، قال له انا قال نختو، قال له انا بعيد دابا ما عنديش، عندي قالت له اجي تسخر لي. اختو اخرى عيطت، اختو اخرى قالت لها سليمان ما عجبتني شي الهضره ديالو، عيطت له شوفوا فينا هو. ملي عيطت له ما جاوبهاش، بقى حتى الاربعاء الصباح عاوتاني باتوا تما ذاك النهار، لا غدا ثلاثه نهار كامل، الاربعاء في الاربعاء الصباح يعني مسكين خرجوا بلا سبيل. الله يرحم جميع المسلمين. امين. اللهم شكرا. 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 جاي هشام دا مشاهدي قناة شوف تيفي، شكرا على تتبعكم هذا المباشر من طنجة. نقلنا لكم مراسم تشييع جنازة الشاب سليمان ضحية هجرة سرية، بعدما حاول أن رفقة ثلاثة من أصدقائه أن يهجر سرا، إلا أن الأقدار شاءت أن يلقى حتفه غرقا وتوفيضه مياه شاطئ الفنيدق صبيحة أمس السبت. إذا باقي التفاصيل مشاهدينا الكرام ترقبوها على الموقع الرسمي قناة شوف تيفي.ام. ألقاكم في مباشر آخر، إلى اللقاء.